طيب الله أوقاتكم مشاهدي برنامج مرابط سبور، أينما كنتم أينما حللت هذه تحياتي حمود عمار. نعتذر عن هذا التأخر لدقائق قليلة، وذلك طبعا ناتج عن خلل فني أخيرا تغلبنا عليه. إذا مشاهدي برنامج رابط سبور، أذكركم بأن ضيف حلقة الليلة هو المسؤول الرياضي رابطة الثقافي والرياضية نادي الكدية السيد محمد الأمين والباء أحمد. مرحبا بك. مرحبا بك. طبعا اذكركم مشاهدينا الكرام باني اذكر الضيف قبلكم اني ساعود اليه بعد دقائق قليله، لكن قبل ذلك مشاهدي برامج رابطون سبور، الخبر الاهم في الساحه الرياضيه حاليا هو خروج تشكيله الفرنسي كورينتان مارتينز هذا المساء. اخيرا الفرنسي كورينتان مارتينز كشف عن التشكيله التي سيراهن عليها مستقبلا، خاصه في مباراه بوركينا فاسو المرتقبة في هذا الشهر. التوفيق طبعا للمنتخب الوطني. التشكيلة ستظهر على الشاشة بعد دقائق قليلة. هذه التشكيلة التي كشف عنها الفرنسي كورينتان مارتينز. في حراسة المرمى ابراهيم سليمان، من أبسن وديبو، محمد صلاح الدين، أفسد تفرق زينب، باباكار، جوب الشرطة الوطنية. هذا الحارس الثالث يحل لأول مرة ضيفا على تشكيلة المنتخب الوطني المرابطون مكان ناموري الذي أثار عديد تساؤلات غيابه عن التشكيلة، لكن يبقى في الأخير المكان للأهم. في الدفاع بكارين جاي من دفاع الجديد المغرب، أبو هارونا، غرينوبل، فوت، فرنسا، عيسى صامبا، أوكسير، ساليسار، ساليسار طبعا في الدوري السويسري، سيرفيت، جنيف من سويسرا، علي عبيد، الكاركون إسبانيا، عبد القادر تشام، أوريليان فرنسا، المصطفى جو من نواكشوط كينغ. في الوسط هنالك إبراهيم كولوبالي من غرينوبل فرنسا طبعا هذا الوافد الجديد، خاصة كامارا، كوسودا سانتي اليوناني، يلي محمد الله دفاع تاجنت الجزائر، الحسن العيد بلد الوليد، عبد الله جاي الملاقة بلاي أفسن، وديبو جيالو جديلي طبعا من تركيا، ألسان جوب من الدوري السعودي بالتحديد نادي هجر. في الهجوم أدم با من تركيا طبعا من نادي جيرسن سبور، مامانياس سلام زغرة لبنان، إسماعيل جاكيتيت من تونس من نادي تطاون، مولاي احمد خليل بسام مستقبل قابوس تونس، وحميه طنجي افسن وديبو، وعبد الله السوداني الذي يعود للواجهه من جديد من الدوري الجزائري دفاع تاجنانت. يعود طبعا للواجهه من جديد الى تشكيله المنتخب الوطني سليمان ان اورياك، وهذا وافد جديد من الدوري الفرنسي درجه ثانيه. إذا مشاهدي برامج رابطون سبور، هذه التشكيلة التي كشف عنها الفرنسي كورينتان مارتينز، ثلاثة لاعبين محليين أو ثلاثة حراس بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين محليين، بينما بقية الأسماء كلها محترفة. طبعا فيما يتعلق بالأسماء الأخيرة التي كانت هنالك مفاوضات معها وكان ينوي الفرنسي كورينتان مارتينز جلبها إلى المنتخب الوطني، على رأسها طبعا الحارس بوبكر بنغورا، طبعا هذا أكد الفرنسي كورينتان مارتينز بأنه لا يزال لديه الأمل في اللعب لفرنسا، لذلك حتى هذه اللحظة لم يوافق على الانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني المرابطون. منير الشويعر هذا الذي أثار عديد التساؤلات في الآونة الأخيرة وعملية الشد والجذب بين المغرب وموريتانيا من أجل الظفر بخدمة هذا اللاعب، أكد أيضا الفرنسي كورينتان مارتينز بأن هذا اللاعب اختار رسميا اللاعب لمنتخب شباب الفرنسي، لن يلعب للمغرب ولا للمنتخب الوطني المرابطون. بوبكر كامارا ايضا من الاسماء التي كانت هنالك مفاوضات معها جاريه منذ شهور طويله من اجل ارتداء قميص المنتخب الوطني، هذا الاخير قرر بمحض ارادته اللاعب المنتخب السنغالي. اذا هذا الثلاثي يغرد خارج السير بتشكيله المنتخب الوطني المرابطون. التشكيله التي ظهرت منذ دقائق قليله هي التشكيله التي سيراهن عليها الفرنسي كورينتان مارتينز بالمباراه القادمه ضد بوركينا فاسو. هذه المباراه طبعا المنتخب يلعب على اساس ان يخرج من تصفيات البطوله الافريقيه وهو على راس مجموعته في الصداره، نظرا الى ان عامل الصداره مهم جدا خاصه في عمليه القرعه هي الاخرى التي في 12 ابريل في الشهور طبعا الشهر القادم. على اي حال نتمنى للمنتخب الوطني التوفيق بمباراه بوركينا فاسو، ولو انها مباراه حاسمه جدا للمنتخب البوركينابي، هي مهمه له، ثلاث نقاط بالنسبه له مصيريه ويلعب عليها، لا شك انه سيلعب عليها منذ الوهله الاولى الى غايه صافره الحكم نظرا الى اهميه هذه النقاط. كذلك المنتخب الوطني ايضا والاخر يلعب على التعادل او الفوز من اجل صداره هذه المجموعه، وذلك ما نتمناه للمنتخب الوطني حتى تكون القرعه رحمه بالمنتخب الذي يعد هو الافضل حاليا في القارات الافريقيه طيله عام 2018. اذا هذا هو جديد تشكيله الفرنسي كورينتان مارتينز. نتحول ايضا الى عمليه التبرع الاخيره للمنتخب الوطني المرابطون والتي وصلت لعتبه 500 طبعا نصف مليار اوقيه
نصف مليار أوقية في حملة التبرع الأخيرة للمنتخب الوطني طبعا التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي نفسه. يعني المبلغ الذي وصل إلى المنتخب الوطني في عام 2014 حين شارك عنا ذلك في بطولة الشان، لكن هذه المرة بطولة الكان. طبعا البعض يسأل هل هذا المبلغ كافي؟ لا، هذا المبلغ ليس كافيا لأن يعسكر منتخب وأن يقوم بعديد المباريات الودية تحضيرا للكان، وأيضا بالإضافة لإقامة هنالك في مصر التي ستزيد على مدة 25 يوم فيما أعتقد، يعني شهر كاملا في مصر. أعتقد بأن هذا المبلغ زهيد جدا. السنغال الجار، البلد الجار، يقدم ملياري، قيمة ملياري أوقية للمنتخب السنغالي من أجل المشاركة في بطولة الكان. المغرب أيضا يقدم قرابة 15 مليون أورو، يعني يورو، للمنتخب المغربي من أجل المشاركة في الكان. ما زال هذا المبلغ زهيدا للمنتخب الوطني المغربي. على أي حال لا خير بعد مشي ما هو خالق. إذا مشاهدي برنامج رابطون سبور، هذا فيما يتعلق بجانب المنتخب الوطني المرابطون. نظرا إلى ضيق الوقت ونظرا إلى الخلل الفني الذي صاحب هذا البرنامج قبل بدايته، تأخرنا بدقائق قليلة. نتحول مباشرة إلى ضيف حلقة البرنامج رابطون سبور، السيد محمد الأمين والباء أحمد، والباء أحمد وهو المسؤول الرياضي للرابطة الثقافية والرياضية لنادي الكدية، للرد على بعض التساؤلات التي طفت على الساحة الرياضية في الأسابيع الماضية. محمد الأمين، مرحبا بك برنامج رابطون سبور. مرحبا بك الصحفي والإعلامي المتميز حمود. في البداية أريد أن أشكر قناة المرابطون لإتاحة الفرصة لإدارة نادي الكدية للرد على هذه التساؤلات التي طفت على الساحة مؤخرا، وإن كان هناك بالإمكان أن أفتح قوس في البداية لأبارك لجميع الموريتانيين تأهل فريق المرابطون من جديد للكان لأول مرة في تاريخي، وأبارك لهم على خروج التشكيلة اليوم الرسمية لمباراة بوركينا فاسو المصيرية والتي نتمنى فيها الفوز أو على الأقل التعادل للمنتخب كما قلتم. ولو كان هناك عتب لجماهير الزوارات والنادي الكدية على خروج الحارس المتميز الذي يقدم مستوى متميز السنة الماضية، مكننا من حلول المرتبة الثانية، وهذه السنة إلى حد الآن في المرتبة الثانية ومتأهلين الربع نهائي كأس الجمهورية، ويعود الفضل أساسا لناموري في قيادة الفريق كقائد الفريق. والله إذا عنا نوجه التحية لناموري ونطالبه على أنه مستقبلا إن شاء الله يتواجد في التشكيلة إن شاء الله. طيب، ويستحق أن يتواجد في التشكيلة. الآن السؤال الأساسي والرئيسي بالنسبة للجماهير نادي الكدية وبالنسبة للرأي العام، كيف يتم تمويل نادي الكدية وكيف يتم صرف هذه المبالغ المخصصة لهذا النادي من طرف شركة سنيم؟ هذا السؤال الأساسي هو المحور الأول اللي يعود للمداخل. هذا السؤال سأطرحه، يعني أنت لن تدير الحلقة من البداية. هذا السؤال ما في مشكلة، سأقوم بطرح هذا السؤال. طبعا تطرح محمود. طبعا 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 طرحناه في برنامج رابطون سبور ونطرح دائما مثل هذه الأسئلة. أوكي ما في مشكلة، خاصة بنادي مثل الكدية بحجم نادي الكدية. لكن قبل ذلك، الزوبعة الإعلامية التي أثارتها حافلة أفسن وادي، ماذا عن حافلة أفسن وادي؟ أولا نتحدث عن حافلة أفسن وادي. بسم الله. حافلة أفسن واديبو ما جرى هو كالآتي. أولا نادي الكدية لا دخل له بما لا إدارة ولا جماهير بما ما حصل لهذه الحافلة، واعتذرنا من اليوم الأول وتأسفنا وأعلنا أسفنا على ما حدث لهذه الحافلة. ما حدث هو كالآتي: قبل المباراة يوم الاثنين بداية الأسبوع قبل المباراة، وجهت العصبة الجهوية لكرة القدم على مستوى تير الزمور ممثلة في رئيسها الزميل محمد العبدات رسالة إلى والي ولاية تير الزمور، يوفر لكم رجال، يوفر رجال أمن ويوفر حماية لأنها مباراة في كأس رئيس الجمهورية ومهمة وجمهور ويلا تعودون. وتم توجيههم للحاكم والحاكم للشرطة الوطنية، والشرطة وفرت العناصر اللي متاحة تقريبا 15 عنصر حسب ما وصلني. 15 عنصر من الشرطة هم اللي جاوكم، مو هم اللي جاو للملعب ذاك اليوم، بالإضافة لهذا اللي يقولون هو الاستاديه اللي تابعين للعصبة الجهوية. وغير حضر مستوى حضور الجماهير ذاك اليوم كان كبير. صحيح. ما جرى هو أنه بعد المباراة طالب للشباب المسؤول الاستاديه والشباب المسؤول عن حمايه هذا في الملعب،
طالبوا على حد علمي من بعثة إفسين واديبو انها تنتظر حتى خروج جميع الجماهير اللي تدخل الجماهير. على ما قيل لي انا كنت في الـ في الـ في في, 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 في مهمه عمل في واديبو صادفت مع هذه المباراه. على ما قيل لي ان الـ 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 الوفد لم ينتظر خروج جميع الجماهير. المهم ان الحافله خرجت من الملعب سليما وعند خروجها من الملعب تقريبا قطعت تقريبا 300 متر 400 متر من الملعب. الملعب على حاشيه انا نعرف ان شاء الله لين تطلع على الشارع المعبد على القدرون. كان فما بعض الاطفال والخارجين من الملعب بعد الملعب بعد حدود الملعب هو بل منين خلق التراشق وبل منين رشق الحافله بالحجار. وحسب اللي قال لي على لين توقف الحافله عن جاو الشباب المبادره وطالبوا من الوفد انه يطلع بالحافله بالعجله ويواصل مسيره عن هذا لا يؤدي الى الفوضى. ما استمعوا لهم وقاموا الاطفال يزارقوا البيس بالحجره وفعلا خرجت الحادثه المأسوف عليه واللي تأسفت عليها اداره النادي وعلنت اسف مباشره على صفحات عاقب الحادث واعتذرت عنه. لا حادث اولا الامن كيف قلت لكم في الملعب ولا ما اخافيكم حمود يعني العصبه الجهوي نحن نادي الامن دائما في المستوى المدرب داخل لا نسلم خاصه مولي في مدينه الزويرات لانها مؤخرا مع بدء هذا الشباب المبادره طيب ذكر وراني محيي هذا بدء الملعب كل مباراه حتى المباراه الاخيره ضد فيهم يكتظ بالمشاهدين. الملعب يكتظ بالمشاهدين وبالتالي للسيطرة عليه يجب اتخاذ التدابير اللازمة. فعلا العصبة تأخذ قدر من التدابير. فتحت بيبان الملعب المتوالي من الشارع المعبد ياك يتم حافلة يدخلوا من ذاك الشارع ويمرقوا شور والباب الثاني المواجه في الجهة الأخرى والباب مفتوح للجمهور تفاديا إن شاء الله. هذا بعد قاعد فيما يخص الحافلة. طيب فيما يخص التساؤلات التي طرحها برنامجنا في الأسبوع يتعلق بالموارد والتمويلات التي تصل إلى واضح هذا هو النقطة الأولى. هي النقطة الأهم. تفضل. الموارد أنا اخترت مبين كيف يتم الصرف. مبين الموارد اللي بعد قاع ممول منها نادي الكدية وكيف يتم التمويل. نادي الكدية ممول وراعيها الرسمي هو شركة سني. الشركة الوطنية للصناعة والمنتجات. الراعي الرسمي لنادي الكدية. طيب. اللي أنا إطار فيها اللي هي شركة سني. حلو. طيب. هذه الشركة تخصص سين قالوا سنوياً الغلاف المالي الاجتماعي. الان في لوكسوس يعني وين دار فيدين هذا اللي قالوا مندوبي العمال ايوه اذا اللي قدر تراها ايوه هؤلاء المندوبين يقبضوا هذا الغلاف المالي هم اللي يتم تقسيمه عن طريق لا يفوتوا تصويت فاهم مثلا خالق جانب كبير من الغلاف المالي هذا اللي قالوا اثاث العمال ويوزع وكل حد عنده فيه نصيب. طيب هل عندي هو نصيبكم انتم؟ لا اسكيديا تصحيحا للمعلومه اللي صدرت انها 25 مليون سنويا من الساعة اللي جاء المكتب حاليا نتكلم الان عن المكتب ونعرف وش المكتب تم انتخابه في سبتمبر 2016 ايوه الموسم الاول تمويل نصيبنا من الغلاف المالي كان 16 مليون عقل. الموسم الموالي اللي هو الموسم الماضي 2017 2018 تمويلنا جاء 20 مليون عقل. 20 مليون كما ذكر البرنامج تماما والموسم هذا الموسم الحالي 26 مليون زاد مليون هذا الموسم زاد ب 6 مليون ايوه ايش فيه الارقام موجوده والله ما هي موجوده موجوده بيانسي موجوده طيب ايوه طيب لا انتم قلتم في الحلقه الماضيه انها 25 مليون كل سنه انا قلت 25 مليون تصل لنادي الكدية من سنين كاسادو سنوات طويله قلت بعد ذلك سنوات طويله ونادي الكدية مدعوم من طرف سنين كاسادو وحتى هذه اللحظه لا حافله لا امكانيات لا بطوله لا اي شيء اين تذهب هذه الاموال هذا هو السؤال الذي طرحنا ذاك الشق الثاني من السؤال تفضل المهم عنكم تفهموا على ان اللي له ثلاث سنوات عن جات 16 مليون جات 20 مليون جات 26 مليون هذا من ناحيه الراعي الرسمي اللي هو طيب 26 زين 26 مليون دخلت خزينه نادي الكدية الله طيب مشات فاش اعطينا الوقت شوي اذا ما الوقت موجود ايوه اعطينا الوقت شوي يعني انا المداخيل اكثر من الحنين لا نعرف خارج 5 ملايين تعطيها هذه اللي قالوا الاتحاديه الوطنيه لكره القدم الجميع عندي تدرج من درا كان عالمه بها سنين 5 ملايين حنين خارج 5 ملايين عالمه بعد بها المكتب الايسكيدي من درا كان هي ما هي سر لا لكن الطلب الذي تتقدمون به لسنين كان صادو من خلال الدعم هل موجود فيه كنقطة ذكر هذه الأموال القادمة من الاتحادية 5 ملايين لكل نادي على شوف
هذه عاد تعرف كم؟ هذه عاد 30 مليون. 31 مليون. 31 مليون. 31 مليون. ولافت ولافت ما صارش. وجماهيركم تجمع 15 دولار تشري بيس. هاني يا ولاد كيس لا تطرح ياسر النسيلة في البلاد. أنا بارك معجني. أنا بارك معجني عن الكار. أيوة تفضل. حمود. هذه 31 مليون. حلو. ضيف عليها. ضيف عليها أنا ماني ناسي لك شيء. ضيف عليه هذا اللي ينقاله. المدخول اللي ينقاله. مداخيل الملعب. ليكو حدا. المباراة. لين ضيف لك المداخيل. كم لحد أنا أشرح لك المصاريف. أيوه. مداخيل الملعب كل مباراة النادي. عنده الحق في 60% من مداخل الملعب وطبيعي مداخل الملعب سابق يخلق ذي المبادرة طبيعي سابق تخلق المبادرة الشبابية كانت لا ما كان في شيء له حضور الجمهور وكنا أفن نجبر 60,000 40,000 50,000 من المباراة أيوة. لين بدأت المبادرة الشبابية اللي دورت شهر زايد ولا شهرين عادت المداخل تمشي ل 140-150,000 من المباراة طبعا أوكي هذا لا بدأ تحسوا به بالتالي هذا لين نقبوا معدل لين نقبوا معدل 100,000 للمباراة هذا تحصل منه 1,300,000 تقريبا نضيف على 31 مليون اللي هي 32 مليون و300 طيب زين هذا مبلغ هذا هو المداخيل بشكل عام هذه مداخيل لو خلينا نقولوا المصاريف ليه هو تنوفهم المداخيل لا يزول المصاريف تفضل انت قلت نهارا كذا في الحلقة يا استاذ حمود ان هو النادي مكون من 26 لاعب ايوه لجانب الجهاز الفني ايوه 25 زايد الجهاز الفني ايوه زايد الجهاز الفني هذا النادي اللي هو حمود ما فيه لاعب ولا مدرب ولا مساعد مدرب ولا الممرض ولا المدير الفني ايوه ولا الريسبونسابل دو ماتريال ما عنده عقد عمل عقد يربطه بالنادي والعقود جبت منها امثله يا كنا حنيني عقد عمل عقد عمل حنيني تتوفر فيه كامل شروط عقد العمل الى نعطى بلا تمشوا تقدروا تمشوا فيه سول خارج الدوو الى عندكم للاعبين اللي فات نعطاه ومشى اثرنا عند الامكانيات ايوه هذا مو عقد عمل هذا عقد هذا عقد شبهي بينكم انتم واللاعبين كما يحدث شوف لان نقبل نقولك عقد شبهي حنقول لك هذا عقد موقع من الاداره ومن اللاعب طبيعي جدا ايوه قدام الارتيكل طبيعي حنقول انا اقول لك شفت عقود العمل او العقود الاحترافيه في بطوله الدوري الوطني غايبه تخطى عنك ذيك المعلومه غايبه نظرا الى ان اللاعب اللي ينتكب صبعه ليجي سدار يده المغازلين ما ليش يشيلوا النادي ولا بكات من كلينكس لان 30 مليون حمود ما هي مداويه لاعب في الخارج طيب انتم علمك الخاص غير قاعوا خاصه كامله طبيعي خاصه كامله البيات وسافر معك في معك اذا عنها او انتم من قلت الثقه لماذا انتم حنيني انا عندي شيء انا شبقي تحيرني انا لا اتحدث عن نادي توجوني ولا اتحدث عن نادي كيهيدي ولا اتحدث عن نادي العصابه هذه ولا اتحدث عن نادي حتى جمل سطاره هذه الانديه المغلوبه على امرها ومطحونه ولا عندها اي موارد انا اتحدث عن نادي مدعوم من طرف اكبر شركه في هذا البلد سنين كان صادو تقدم له مبلغ 25 مليون 26 مليون مداخله تصل الى 30 مليون هذا مبلغ هائل مقارنه بالانديه الاخرى في بطوله الدوري الوطني الى جانب 85 اتحاديه اللي هي 35 مليون كيف لا هناك عبد القناه قلط حني هي 26 مليون زائد 5 ملايين الاتحاديه تقول 30 وتقوم في 25 مليون حنوفي لك انا ما منطقي عندي عن هذا الشركه مالها ورقه 5 ايام عاطيه 50 مليون من لوقيه للمنتخب الوطني المرابطون والنادي اللي داع مقالبها في يشري له ب 17 ملايين اذا يدل على شيء يدل انها ما يوافق فيكم انتم كمكتب والله هذا السؤال يوجه لاداره النادي لاداره السنين يوجه لكم انتم يوجه لاداره السنين يوجه لا ما دمتم يا كان حنين يا كان حنقول لك انا خليك تتكلم لا خليك تتكلم حالك خليك تتكلم حالك انتم هذا يدل على شيء نظري انا في البرنامج عن سنين ما هي قاع واثقه فيكم انتم كمكتب ثانيا ما قدمتم انتم رضيتوا بهذا المبلغ وقلتوا انه زهيد لماذا قبضتوه من البدايه؟ سنين انا ما ندرك تدعمي نبحث عن ممول اخر احنا ما مطروح للخيار نحن نطلب النقابيين نقابيين ممثلين العمال انهم يعطونا التمويل كافي النقابيين يقعدوا هم ويقرروا لكن الله يعطوا للنادي بغض النظر كانوا كافيين ما هو كافيين لكن شيء يعني كنتم نحن نعدل معهم جمعيات ونشرحوا لهم المصاريف ونطلبوا منهم الدعم الزايد والنتيجه تجينا هكذا رأي هذا هو الخارج لكم تفضلوا عدلوا به موسمكم والله لا تعدلوا شوفوا ترفعوا لي اذا فهمتوا وبالتالي نختار نقابيين ينتبهوا هذه الحلقه الليله نختارهم يفهموا فيها منين تمشي ذي المصاريف ورانا فتنا عيطنا لهم طيب المصاريف ايوه جيد ايوه لا يجوز المصاريف المصاريف تمشي انت نادي الكديه
ما هم الأندية اللي عنده معدات ذكي، ما هم الأندية اللي جواراتكم في جوارات بلانا عايل. ايوه حنين. بلانا عايل. ايوه حنين. لا تقول لي دارك عن نعالة بالفين وقية تشتري، ذي الكارتكم عن تشتروا النعل وتشتروا الباس. لا حنين أحسن. للنادي شنو؟ أنت الحلقة صدرت فيها راسك؟ أه أنا ماني صدرت راسي، أنا أطرح لك سؤال وجاوب لي تو. شوف شوف مصور صدي هذا راتب شهر واحد. كاميرا راعي. من رواتب اللاعبين. ايوه. هذه 1,900,000. اللاعبين وطاقمهم الفني. 1,900,000 راتب شهري واحد عمود ضرب 10 اشهر احنا نبدا من لا سيزون نبدا من البريمير اوت هي 19 مليون هذه 30 مليون اللي فخرتك انت ومفخره الناس كامله 19 مليون هنا تمشي لي سالير ما فاتحرك شيء لا لي سالير مانسيل راعي دي زيكزامبل منهم دي شارجي كلهم صيني قد خلاص اوكي تتراوح هذا راهو 30 20 تتراوح دي ما فيها فيها 30 غير ما فيها 30 فيها 200 وفيها 150 وفيها 90 وفيها 80 وفيها 30 وفيها 40 جيد حسب الامكانيات جيد 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 هذه عليك متخلص هذه 19 مليون تمشي في لي صالير حمود ديرها دو كوتي اوكي لا يوجد اللي خارج معلومه غايبه عنك حمود لا ما غايبه عن السي بابا نعدلوا تريس دي بلاسمان بلا سيزون تو مطر حتى نقول 13 نقول في الموسم التناقل اللي تلاو نعدلوه يا تناقل لا تحسبوا لي عطاتكم الاتحاديه فلتوا لا تحسبوا ما هي كافيتو هاني لي كونترا راعي هي رجلاته شوف الاتحاديه رجلات هاني رجلاته اعطاك 5 ملايين انا لين اعطيك وقد ما تعطيهم لكم لا 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 خليك جالس لي كونترا راعي خليك جالس خليك جالس انا نعرف وانا هاي شركة النقل اللي قالها سالم فوياج تنقل الوحيد 3,600,000 باصين راعي فكاتير باصين في كل رحله باصين في كل باصين رحلة. في كل رحلة يكراو ب 360 حنيني يا خير حنيني أنا ما تقدر تقنعني عنك ذا من السنوات الطويلة ذا من السنوات الطويلة يا الناس نادي الكدية حنيني. ولا بطولة ولا شيء أسوأ هو شنو وأنتم قاعدين في ظل أكبر شرايك هذا البلد وتقولي نحن نكروبيس لماذا يا خير حنيني يا خير حنيني ذي أولويات هذه أولويات أنتم كمسؤولين عن هذا النادي كان عليكم التقدم إلى سنين كان صادو يا سنين نحن هذا النادي ما أنا مستعدين نقبل من عندك 5 لو اللي نشرينا له حافلة للسؤال طرح قلت له والله ما قلت له انا ماني جاوبك على السؤال انا جاوبك على سؤالك الاول انا لا بدي اجاوب انا حنين جاوبك على سؤالك انا قلت لي انا اشرح لك 30 مليون منين عرفنا المداخل اين تذهب حنين يقال في اولويات عرفت لا لي سالار حنين ما عرفت ايوه ايوه معدات حنين عرفت قلت انا ما عندنا حنين ما عندكم ما عندكم تو ماتشكم الماضي كونتر نفسي واديبو ابسطها كيس من فيها ما شريته ما هو حق حمود انا جاتني الصور من الملعب انا جاتني الصور من الملعب حمود ما يحد ثانيا شاهدته هذا عن قرب هذا شاهدته عن قرب حمود انا تابعته شوف شوف اللي يتكلم معاك يصبح تتكلم معايا ما عندك خبر عن شيء يسوى هو شنو يواجه اوكي هذا اللي اكتشفته ما عندك ما عندك خبر عن شيء يسوى زين ولا انا مخلي حد مولي يعطيك الخبر قال حالي انا لا تعطيني استضافني انا مستضاف 700 كيل ما انا لا تقول لي شمالي انا اوكي اعطيني الحق نتكلم انا ما خليت نتكلم قال امي لا لا عرفتي هذا اللي قال كره القدم الوطنيه حمود انا ما خليت لا 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 انا اعتذر الى عتوي اللي فهمت انا اعتذر عنه حمود ما هو انا قلت لك عن تنقلات النادي خليني نواصل ولا نخليك تواصل شو نادي الكدية نادي الكدية خليك على الوقت عندك الوقت عندك شو نادي الكدية اول برنامج جاء ذا البرنامج اللي له 4 سنوات من قال مأساتكم ما حدكم تلعبوا بالاحشاء مالك الا قال شو الراجل الاحمر ونا جايين استطاع تحديث ولا ما درناه ما درنا احنا مسؤولين عن حديث النهد مسؤولين الملعب انتوا ماك مسؤولين حديث الملعب انت ما تعرف الملعب نيجيري والله يا خير حنين انت الملعب انتوا ماك مسؤولين عن الضغط على الجهات المعنيه انت تعرف تابع لمن يا خير حنين حنين انت الملعب تعرف تابع لمن والله تعال تابع العصبه الجهويه حنيني هي اللي تضغط على الجهات المعنيه يا خير حنين وانتم انتوا ما عندكم انتوا الملعب ما يعنيكم خليني نواصل من فضلك شوف انت شوشت على افكاري لا خليتي نوصل 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 انا ما شوشت على افكاري انا اعطيتك وقائع اعطيتك حقائق اعطيتك امور واضحه ما خليتني انا اعطيك حقائق انا واضح لك لا انت ما جاوبتني عليها شوف انا وقفت عند التناقل شوف انا وقفت عند التناقل وما خليتني نواصل سردت لك المداخيل اللي انت سرد لك المصاريف ما خليتني نواصل خليني نوفي مصاريف انت تطرح حسيتك شوف يا قال حنقول لك اعطيك روايه بسيطه ما خالق نادي ما يسافر كيف نادي العصابة هو أضعف الأندية يسافر ما هو الموضوع ذلك ما هو الموضوع المسائل مفروغ هاي مفروغ منها هاي مفروغ منها إيه هندي تنوادي بوتسأنواك شو سافر 3-4 مرات خلال الموسم السفر هي مقارنة معنا غير لماذا تقبلوا أنتم تسافروا لماذا تقبلوا أنتم مقارنة معنا الحنين لماذا تقبلوا أنتم شو كيفاصاجة ليه ما نقول كارتكم شنو ليه ما نقبلوا ليه نطيحوا دوز زين ديفيزيون هو الهدف عندك ما احنا معدرين هسه احسن تطيحوا ما احنا هسه معدرين ولادي انتوا اللي عندكم ما معدرين اللي شايف انت عليه السوارات وشايف عليهم انهم قبضوا البيدون المجلد وشايف عليهم انهم يلعبوا دون عايل قاصدين معدرينها لا تهتموا بريمير ديفيزيون
تو بريمير ديفيزيون بالطريقه ياك بريمير ديفيزيون بالطريقه ولو اجبرنا وهي واحده كي 2014 اللي قلت لهم قالوا انهم ما مسافرين 2014 مع انه ما هو في عهد المكتب المكتب ذيك الساعه جزاه الله خيرا عادي يطلب الخيرين من اجل عند كدي ديبلاسي ما 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 ما, ما تطيح الدزي من الجو مشكورين دكتور ابراهيم الويساي والمهندس الحافظ لكم حافظوا على ذاك الموسم اللي سلمونا المكتب الكدية بالدرجة الأولى ونحن لا نواصلوا بخمسة وعشرين مليون والله بست ملايين والله بمئة مليون لا نواصلوا العلمات الخاص العلمات الخاص إدارة النادي حالا جاءت الإدارة السنيم العامة أيوة وطرحت عليها المشكلة وقالت لها هذا المانفلوب سوسيال اللي نعطى لايس كدية ما هم عدلها موسم متميز الطموح عالي يعادي دور الالقاب احنا اللي جينا الثاني عام من السنوات ولا لقب واحد يا اخي ولا لقب واحد شوف حنين السلام عليكم اللي جينا الثاني العام الاول عاد الجماهير طالب ان الثاني ما هو كافي انه عاد دور الالقاب الالقاب حد يدورهم يزرع هذا زرع له يحصل جيد. اوكي هذا كلام جيد يا قير شوف هو حنين غير هذا خالق اولويات خلق اولويات ما خلصوا لاعبين ولا عند بلاصوني شروبيس زي عندك انت ب 10 ملايين مال الله مال الله مال الله ما يشاري بعد قاعد حساب تخلصوا اللاعبين حساب تخلصوا اللاعبين هو ياك انك توصل لاهداف المحققه في اي مشروع كروي يلا تعود للجو المناخ الملائي هذو اللاعبين اولا يلا عندهم معدات خاصه بهم هم ولباس خاص بهم ابيض اكحل اصفر ونعايل صنت لي وبريمات يجبرهم نهايه ماتش هذا هو ولي الله واولوي وحافله خاصه بهم حنين لما خليت لماذا من ليه بريم داماتش انا راعيني كاتبهم 2 مليون فتنفيناها ستعني لاعبين كدي سولوهم حمود سولتهم الاخبار سولتهم استقاوهم من منين سولتهم من منين ونجبرهم ما تجبرهم بان فيه لاعب شاك ماتش غاني ايه السلام عليكم شاك ماتش غاني شاك ماتش غاني على الاكستيرير عنده اين بريم وعلى الانتيرير عنده اين بريم 5 مليون على الانتيرير و 2 مليون على الاكستيرير هذا مو مبلغ هذه امكانيات النادي هذا مو مبلغ فات مشات في 1 مليون و 120000 ستعني من ايفنت من 20 مليون تعرف علينا تعرف علينا البسيط تذكر انت تعرف علاش نعرف الان افسين وادي بيعطي ترنت والله كرنت يقال عنده الامكانيات ما هو بريم انا ماني مقارنه معاه ما هو بريم انا ماني مقارنه معاه حمود انا ماني طالحك كموجه مقارنه انت مقارني مع الانديه اللي عندها الامكانيات انا مقارن انا امكانياتي هذا هي انا اللي نقارنك بعد معاه هو انا ما عندي امكانيات قاعد في ظل اكبر شركه في البلد دورني ندير لكم ما اعطاته لي اعطاته لكم ما اعطاته لي ولين ندعم نقدم لكم الدعم من البدايه الصبح تقولنا دعم اي دعم عن دعم النادي لماذا هذا النادي تبعنا؟ يعني انت اسمع اللي قلت لك تسليم هذا قلت تدعم هيئته الخيريه تدعم باسكنو وتدعم كل ارض والنادي اللي سني مهرك انت الشيخ فيه والله الشيخ انا فيه مالكم انتم انتم مالكم انتم مدينتكم لمدينتكم وانتم مسؤولين عن النادي محاسبين قدام جماهيركم شوف خارجين اربع مسؤولين من الرابطه مشاور المدير العام الوزير الاول الحالي ايوه سيد احمد سالم البشر ايوه حد مدير عام ايوه وجاو جينا وطرحنا القضية ايوه قضية تمويل النادي قضية التنقل قضية نقصان الحافي ايش قال فهمت ايش قال قال لنا بصريح العبارة اعلن العمال سنين اللي يمثلهم ما هو الرابطة اللي يمثلهم النقابيين ايوه ولنا نتوجه للنقابيين بطلب وطلب يتوجه لسنين راهي هذيك الساعة تشوف فيه شخلك واضح شخلك واضح مو شخلك شخلك واضح ولا ما واضح واضح شخلك واضح وجهنا عيطنا للنقابيين في السياجنا اللي مانك انت عالم بيه واللي راوالك زين من السياج المرابطون اللي مانك عالم بيه واش عارف وراني مشيت لك صور اليوم على واتساب شوف مشيت لك صور على واتساب نقول لك قاعتنا الرياضيه المليئه بالمعدات اللي مانك عالم بيها الله يرحم لك الوالدين مشيت لك صورها على واتساب شوف يرحم لك انت الوالدين شوف اراعيهم لا 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 الدليل موجود حمود الدليل موجود انا ما قلت تقلعني بقاعه ومعدات انت جوالاتك بلا عين حمود جوالاتي من عينهم بعدك اللي بلا عين لا جوالاتك انت تمام موافق شوف شوف الصاله الرياضيه وشوف النادي هذا جاك ممت. جاك على واتساب يا واجع غير انت مانك مانك موضوعي حمود لا موضوعي لو كنت موضوعي شوف. ما تقول ذا وهي جاي نحن مع شوف نحن نحن يا حمود انفيتيناك انك تفيزيتي للسيج للسيج في زوارات ريالك سنين دايره تحت امرنا سيج مبنى قد السنه السابع وراوالك فيه اكران اكبر من اكرانك هذا مرتين والله العظيم وراوالك في تبي قد السنه السابعه وراوالك في قاعه رياضيه فيها المعدات العلمات الخاص يا اخوي اذا تكذاب المعدات منين؟ اذا تكذاب وهي المعدات منين؟ راعيها؟ انتم راعيها؟ بسيط؟ حمود راعيها؟ شوف حمود شوف شوف القاعه يا خير بسم الله شوف القاعه انا لا بدالي من الشمس صلك انت تتكلم من فراغ لا انا لا اتحدث من فراغ لا بدالي من اسمعني شوف انا ما اتحدث من فراغ
تستاهل. يا الله وجود عندك يا خير حنيني انا خلي لي نوصل اللي نقول. انا ماني لهي خليك فر فيك اللي تقول يا واجعه بعيد من ارض الواقع. شوف خليني اتكلم خليني اتكلم طول العمر. لا فاجئتني يا خير حنيني فاجئتني. شو انا صلت خليك مفاجئتي انا. شو صلت انا ماني مناديك هون هذا برنامج يقدموا فيه حقائق يقدموا فيه معطيات واضحه. انتم مسؤولين حنيني انتم مسؤولين عن نادي مسؤولين عن نادي في لاعبين في جهاز فني في جمهور كبر مولانا لو الاسبوع قابل البديات ب 5 و10 هذا عيب عليك انتم كاداريين. حمود عيب عليك عيب عليك شيء من الشباب الغيوره على مصلحه يرزمون. انا افتخر قول انه يطلب بالصدقه 5 و10. حمود صحفي مثلك ما يا الله بيدون المجلد الشرف الشرف عندنا انك يا صفيان العدل لا لا ما يحق ما يحق وش صار عندنا هو هذا ما اودي ما يبالو كيف من فضلك الخاص اي ما يبالو ما في احد خاص ما يقدم لا في احد خاص ويشرب من الماء ورا يالك شاك دي بلاسمان فور كات سيم جور تمشي بدا صاميل وبيا كاش معاها هذالي عن كراي البيس ورا يالك اللي قلت انت انها هو اللي تلاحقت من 20 في غرفه في الملعب من الساعه اللي جاي المكتب كاري دار على مستوى نواف شوط يجوا فيها اللاعبين ويتموا فيها لين يمشوا معززين مكرمين. شوف سمعت فرولك ما عند نعايد كل كل شنو قالوا الموسم ومالو كل لاعب عنده كم حنيني. كم ربطه لا انا مالي اللي كذب وفي لاعب عنده ربطه قاع حنيني كل بدايه موسم كل بدايه موسم ايوه كلها تنعطى له ديميل ما هي ديميل قلت انت تنعطى له ديميل يشري بها نعايد ولين تجي لها تريف 26 جوله اسمع لين تجي لها تريف انت كيس جاوب راسك جاوب راسك خير هذا عندك كرة قدم هذا حني لين تجي لا تريف لا تريف جانجي نعطى له ديمي خرج في ريبيه عايل هذا إلا خسرون عايله أكسيدانتيل ما إلا خسرون عايله أكسيدانتيل ما شوف يا ولدي شو يصير شطة التركيب شطة التركيب في الملعب فاهم حمود فاهم جاوبني على السؤال ايكيبمانهم انت ما شفتوا لابسينو حنيني انت الايكيبمان لابسينو ما شفتوا اسمع انا ماني قايل يا راجل انت شغلتي انا ذي شغلتي ما تعرف ما تعرف مو هنا شو صلت لي انت عرف طيب. منك ما طيب. عندك خبر عن الداخلي واجع المخرج يعطينا صور زوارات لي 4 سنوات ما عندك خبر ما عن الداخلي واجع المخرج يعطينا صور محالا حنيني ما تعطينا صور محالا لا نقول كما قلت انا ما عندنا خبر زوارات اعطينا صور محالا حنيني اعطينا صور النادي حالا وكيف ما هاتوا حنيني المخرج بفضلك شوف انا نعت لك شو ما هو مهم شو دقيقه واحده انا قلت لك اعطيني صور النادي حالا اسمع الحال اللي هو فيه موجوده وقف فعليا صلت لي الصورة قلت انها وصلتك من ملعب واحد بلا نعايل مرقها؟ مرقها مرقتك واحد بلا نعايل انا قلت لك عنكم سابق اي ماتش ابسطها كيس من الماء بالفوقيه ما تشروه لاعبين ما يحق؟ هذا شوف عيني مع كامل احترام سيد حمود قلت لك انه ما يحق شوف عيني عينك شافت شي ما هو في الزوارات لا حول ولا قوة الا بالله ما هو نطاح شفت ما هو حق زيد بكل صراحة شفت واجع ما هو حق لا المخرج انا ندور صور ملعب مدينة الزوارات قبل 4 سنوات قبل اسمع. 4 سنوات اسمع. مدينة الزوارات تلعب على رق أحمر مرقوق البطاح أيوه. وشرف شوف ولا فيه من ما هو يا خير اسمع ما فينا منه مركب ناقص لأنه ما قاعدين اسمع أنا لين نقول لك الهدف من النقطة عن البرنامج الملعب الزوارات اللي 4 سنوات مو قال مأساته أيوه. وعلى أساسه جد الملعب الوليد أيوه. يكنعت لك أن أيوه. المتابعين واحدة واحدة أيوه واضح أيوه. أنا هون نحاسبك على أساس عنا كمسؤول عن نادي شوف هاي طبعا الصور اللي هي شو هذا ملعب الزوارات اللي 4 سنوات هذا البرنامج كان حاضر للملعب هو اللي قال مأساته للملأ موريتان كاملة قلنا له مأساته الملعب انا داري فاتحه لي حمود معنا اللي نعرف اللي فيه لا نعت لك بعد ان الامور اللي متابعينها ما انك نعت لي بشي ان الامور اللي متابعينها اللي تكلمونا احنا ما انكم متابعينها حالا حمود ما انتم متابعينها حالا يمكن انا جاوب على طروازك كيف ما هو والله يا شيخ طروازك كيف ما هو يا شيخ طروازك كيف ما هو اخي الكريم وليش يصير كومبلي ولي بالون فاضلين لعلمك الخاص جدد اسمع ولي كيف سانترين كوريك تمام ايوه والسيد بلاس كوريك تمام ايوه اسمع ايوه ومقبوله الهدا وتمشي في سات انت قلت لنا تمشي كتفا الى كتف ولين يوفا سلام عليكم قلت لنا تمشي كتفا مع كتف يا اخي عيب عليك حمد ولين يوفا ماتش سالي وفواياج كونترا راعي ما تروح عليه يا خير حالي لين يوفا ماتش يمشي متواطين يمشي متواطين قاضوني بديات لين يوفا ماتش متواطين متواطين قايسين بديات طيب جيد ايوه انا شوف هاي النقطه ايوه حالي هذا زين عندي انا زين عندي نادي بكذيه يعود مليان من المعدات وملان من ملان لا من ذاك اللي سام حاله ب 26 مليون اسمع وملان حمود اسمع ونادي لا من ذاك اللي سام حاله ب 26 مليون حنوفي لك الفكره ونادي محترم الى صح محترم اسمع محترم بامكانيات جيده ومكان جيد وبطولات خير يا اخي سبحان الله انت تخلع القاعه راعيها انا ما صرنا ندري يا اخي القاعه راعيها لا تكذب عن القاعه الوالده يا اخي انت تدافع انت تدافع انت تدافع عن النادي اسمح لي اقول لك انك عجيب ايوه انا عجيب انا عجيب مو معقول يا اخي انا صليتني انا عجيب انا شوف انا عجيب انا لا اتكلم معي انا
انا تتكلم على المشاهد هذا لاعبين الثاني انا عنك هذا لاعبين يا اخي هاي ثاني سبور كيديا اللي لقى مقر الكيديا والاكران كيديا السنه لعبت بكم كلها حالا السنه لعبت بكم حالا يا صاحبي السنه لعبت بكم صوره معدله يوم مش يوم ماتش كيهيدي مباراه فزنا فيها 5-0 الاسبوع الماضي انت لا تقول لي ذاك عن الكيديا لا يعاني من اي شيء يعاني من جميع مشاكل اللي قد يعاني منها فريق كرة القدم ايوه يا غير مناش ايوه يا غير ماني قابلك تديرها على التسيير هو ماذا تمويل على تمويل حمود تمويل التمويل غير بعيد كل البعد رجال يا استاذ حمود رجال الاعمال ما قد خطاكم لا يزور رجال الاعمال فيكم ولي مغالطه اخرى كبيره قلت ما قطاوش عن رجال الاعمال ما قطاوش حنيني انا لا نقول لك تمذوا رجال المنتخب ما قطعوا ربعكم شيء رجال الاعمال في الزويرات من سبتمبر 2016 الى قلب القعتك الى بلقعتك هذه ما قط نتحداك حمود ونتحدى جميع نتحداني نتحداهم هما ونتحدى المنتخبون اي رقاج منهم تقدم الكديه باي مبلغ قويه واحده نادي الكديه تمام التحدي ولا رجل اعمال ولا واحد. رجل اعمال ولا منتخب جيد هذا يقودنا على الوحيد اسمع الوحيد طيب الذكر حسن ودبي عام الاول ورايالك ما هي مساعده بعد الكديه عام الاول لينا عدد الكديه ذاك الموسم الرائع عيط لهم هون مشي لهم عيط لهم في الريستوران وعدل لهم عشاء وموتيفاسيون هذا يدل على شيء هذا يدل على شيء يدل على رجال الاعمال وسنين كان صاد والناس كلها عاطت لكم ظهره ما هم واثقين بكم لا لان احنا واجع رجال اعمالنا ومدراءنا وشرايكنا ما هم فاهمين كره القدم ولا هم فاهمين اهميه الرياضه وكره القدم للشباب الموريتاني اللي قد تشتغل فيها عن المخدرات وعن المؤثرات العقليه اللي ما جايبه احنا رجال اعمالنا ما بين انفستيسو في الرياضه ويقدوا انفستيسو يقدوا يشغلوا فيها 80% من الشباب ماشي في الشوارع المواعد لو كانوا خلاصات اللاعبين خلاصات محترمه ولو كان ظروفهم محترمه تتوجه الشباب لصول الاختيار كانت لا هو نحن الهدف صحيح حمود التمويل قالوا تمويل ما تنقالوا تسيير الهدف حين وفي الفكره وجهت لك حين وفي تفضل تفضل حين وفي تفضل شفت انا زين عندي وباقي فيا على انك انت رجال الاعمال الموريتانيين انت حالا كانك اعطيت مثال جيد انا ما قلت عن السنغال اعطاه 2 مليار المغرب تعطي 15 انا مليون اورو نحن بضمن الحملات للمنتخب ضمن الحملات ضمن الحملات بالسيف حصلنا 50 مليون هذا ما مؤسف انا من نفسي تاهل المنتخب المرابطون اركب توتي جيت من الزويرات نحرك 700 كيلو وقطعت بيا الاستاد ب 7000 كاين احضر ماتش المرابط جيد وزين عندي عن تعود رجال الاعمال الموريتانيين يدعموا الرياضه يدعموا الرياضه يدعموا كيف يدعموا تشقجه كيهيدي كيهيدي وكل ارض كل ارض وتعود الانديه ريال ما انديه حقيقيه وفيه الاحتراف الحقيقي واللاعبين واللاعبين يعودوا في القمه هذا هو المهم هو الزين هو اللي يصلح الشباب زين مولي وزين مولي وزين مولي يعود الادارات إيه اللي تجبر للتمويل تعود عندها الشفافيه وتعود توجه البلمين الله يقيس تسيير سيروا بلمين سيروا تسيير حسن وشفاف هذا هو تقول لي سؤال اخير سؤال اخير والله اسئله قاع وحدي 26 مليون يا خير خسر عليك بلاك بوتنج قبيل 10 مليون شريت من هذه السفير انا ما يكتعني خلصت 19 مليون الموسم جاوبني انت خلصت 19 مليون ايش كاردك عن تشري انت افهم انت اياك 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 تخلق جو ملائم لابد خلق اولويات هي ايوه فازي السؤال زويرات مو كيف السؤال مو منطقي اللي طرح زويرات مو كيف الانديه الاخرى تخلص لاعبينها زويرات مو كيف الانديه الاخرى باش لا يتخلص لاعبينها ارض بعيد اسمع حمود باش لا يتخلص لاعبينها يرجع لكم انتم مشوا لودوا انتم كمسؤولين عن نادي الكدي يلا تمشوا تلودوا التسويق يلا تمشوا تلودوا رجال الاعمال يلا تلودوا المؤسسات التجاريه يلا رجال الاعمال يلا تسرعوا السنين مره على النادي قولوا لنا رجال الاعمال قلت انت حمود في الحلقه هون هم تبرعوا للنادي تبرعوا لنا قولوا لنا نادي الكدي طيل تواجده في الزويرات ما قد حد قدم له دعم السلام عليكم انا قلت لك لكن اللي قال لك نادي الكدي في سبتمبر 2016 سولت المكتب اللي سابقي قال لي عن ديميل تريز تاهلهم المكتب اللي سابقي ديميل تريز أيوة. اسمع الصوت أيوة. رجال اعمال مفخرين مفخرين ديميل تريز انا لا انت احنا ما مفخرين هي واجعه ما قد عدلون الشيء ديميل تريز تاهلوا للنهائي كاس رئيس الجمهوريه ايوه ديميل جوز ديميل تريز اللي عندي ايوه قبل انت قاعد تقول ذاك التاريخ أيوة. انا ماني في المكتب ذيك الساعه ايوه ديميل تريز تاهلوا لين تاهلوا جاهم ثلاث رجال اعمال والله للسياسيين واهل الزويرات ايوه ودعموا واحد اعطى 50 ما دعموا للاداره اعطوا مكافئ للاعبين واحد 50000 قديمه واحد 400000 قديمه واحد 100000 قديمه حصل منها مليون وقسم على اللاعبين
قسموا عليهم آدم. ها موش مكافئ أمولي. ها موش ما هو دعم حمود. ها موش هذا. طيب عندك دقائق أنا بي اللي مشيت توجه شوف ربح الوقت ربح لك الوقت وأحسن لك. عندك دقائق قليلة للباقي. بسم الله فيها الشيء اللي نقول وانا الشركة المعنية وفيها الشيء الله توجهون تركي رسالة من نادي الكبير. أنا نبقي نفهم من طرف طبعا شركة سنين اللي هي أول متبرعين الآن قال التبرع ضارب وجيز ما يبلغ ساعتين ثلاثة طاعت 50 مليون وهي راعي أنديت هذه ذي معاناتها للكدية وللسنين كان صادق طبعا السنين دائما ما شفنا عنده ذاك من المشاكل للأمانة هذا نبقى نستوعبه من طرف السنين كان صادق نظرة كانوا قلت ذيقة بالمكتب الحالي والله قاعد هذه الكدية ما هو مارق عندها بشي. نتمنى أيضا من حملة تبرع لصالح القائم بها موجهه يا أخي هذا موجهه لصالح الشباب اللي قائم بها مدينة زوارات أن يتفاعل معها رجال أعمال خصوصا والرجال المنتخبون داخل مدينة زوارات هذا فريقكم يمثل مدينة زوارات لا يمثل أي مدينة أخرى يقدم مردود أكثر من رائع هذه السنة في بطولة الدوري الوطني رسالة طبعا موجهة إلى رجال أعمال موجودة في مدينة زوارات والمنتخبون طبعا لهذه الحملة اللي قوم بها مجموعة الشباب الموجودة على مستوى الزوارات هذا بنيانة ومجموعة الشباب الإدارة ما نقول لكم رواية واحدة نقول لكم الله أعلنكم ناديكم يلا ديروا في ظروف جيدة ما دمتم تقدم لكم ولو 5 دقائق تفضل ايوا شوف رانك الوقت ضاق ساب وتقول لك وقتك وفو واضح واضح وقتك ضاق منه كاين زميلي ترضيك المهم المهم يا استاذ حمود انا لا نختار نوجه هذا ما هو خاص بالكدي والله نختار نوجه رجال الاعمال الموريتانيين بشكل عام والمنتخبون وذوي القدرة يلسوهم منهم على التوجه نحو الرياضة نحو الرياضة دعم الاندية خاصة ودعم الرياضة ودعم الاندية الاندية أخوتي إلي نشوفوا زوارات هاي الأيام وشوفوا ذا من الخلق اللي يحضرون من الشباب إلي يقد هذا الشباب يأبصر بذا من هذه بعض الاندية أبصر بذا من الشباب لا يتشغلوا عن ياسر ما صحيح صحيح, صحيح. هذه نقطة النقطة الثانية سنين نواذي ما نكون نشوفوا عندها المشاكل اللي عند الاندية الغلاف المالي ما هو واحد حمود لكن تمويل كبير إضافة لأنهم موفر لهم حافلة تمشي بهم جميع تنقل لكن نعرف وذاك نعرف هذا الامتيازيات ما عندنا يوازع وهذا روالك تمييز جاي من زمن تعابة تعابة هذا تمييز جاي من زمن فرما ما هو جديد زمن فرما كانت نوادي بوفيه لكادا وكانوا اللي سافريكان واللي زوفرية في زوارات وبالتالي كانوا مهملين وذا مات الأول خالق سنين تنقال للزوارات القبرة في الزوارات الحمام في الزوارات ولعت خالق دعم يا الله ينعطى لهم الزوارات شباب يا رسمو الحديد حديد الزوارات الحديد حديد الزوارات شباب يا الله يا رسمو بعض الشباب يا رسمو لوحة فنية رائعة يسوى شباب النادي ويسوى شباب المبادرة اللي نوجههم أعوان تحية طبعا تحية لهم اسمع بهم اللي الشباب غيورين على الولاية ودفع وراهم جمعوا القدوة يجمعوا جزاهم الله خيرا وراهم مولي من ترى تجمعوا كم قابلين لقبة قابلين لقبة ذاك سول عنه المبادرة ما اللي نعطيه رانا قابلين لقبة نعلم من ذا المنبرع لأنهم ما عندهم أي علاقة تربطهم بالنادي حسابهم وحده لكن نعرفه ومشاكل لا نعرفه ذا نعرفه حد بعد شاك في النادي والله تسيره لا يحكم ذاك عن يتبرع المبادرة به اللي ما هي جيري لا يتابع للنادي صحيح لنعرفه ذا نعرفه نتمنى لكم التوفيق قادم محطاتنا نادي الكبير ورانا مستعدين للاستاذ حمود اي وقت تبغى تعيط لا حمود 700 كيلو لا ريشه عندنا حمود هو ما استاذ البرنامج ما خالق حد ما قد تكلم عنه ولا خالق نادي ما قد تكلمنا عنه ولا عندنا ولا خالق افطن مدينه ما خالق ولا قد جاء البرنامج هي غير زوارات الله تعتذروا لها وقبل نحن لا, لا نعتذر عن الحقائق لا نعتذر عن الحقائق مستحيل نحن لا نعتذر عن الحقائق لا كلارك بيت انت شو انت ريت الوقت لكن يلا اذا المشاهدين برنامج رابطون سبور هذا هو كل ما لدينا الليله القاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج رابطون سبور تحياتي لساكنه مدينه زوارات خاصه الجمهور الغيور على نادي الكديه واضرب من اداري نادي الكديه ضروره وضع هذا النادي في ظروف جيده وقبل ذلك اطلب من السنين كان صدو أن تدعم هذا النادي دعما سخيا نظرا لأنه هو الأقرب إليها أعتقد أنه أقرب من سنين كان صدر لتطلق عليه الاسم على أي حال هذه تحياتي حمود عمر يا مالك